السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ بإذن الله النهاردة هنتعرف مع بعض على research procedure. يعني ايه research procedure؟ كنا خدنا نبذة عنها في شابتر 1، لكن بالتفصيل هنتناوله ان شاء الله بإذن الله في المحاضرة دي. هنتعرف مع بعض على الثمان خطوات تاني، هنراجعهم مع بعض. ازاي اعمل ريسيرش؟ اول حاجة بختار المشكلة اللي انا هشتغل عليها، selecting of problem، review of existing research and theory. احنا اتفقنا مع بعض ان ريسيرش بيبقى cumulative، محدش بيعيد اختراع العجلة تاني، فبالتالي ان لازم نراجع الريسيرش الموجود والنظريات الموجودة الخاصة او المتعلقة بالريسيرش اللي احنا هنعمله. ثالث خطوة statement of hypothesis or research question. يعني ايه؟ يعني هنبدأ نحط الفرضيات بتاعتنا والسؤال اللي احنا هنبدأ نجاوب عليه في الريسيرش بتاعنا. رابع خطوة determination of appropriate methodology and research design. يعني ايه؟ يعني هنحدد الطريقة او الطرق اللي احنا هنشتغل بيها وهنبدأ نجمع بيها بياناتنا وهنبدأ نعمل بيها السيستم او الريسيرش اللي احنا هنشتغل عليه ونبدأ نحل المشكلة ازاي. لازم نرسم لها طريق نمشي فيه، ده اسمه methodology and research design. خامس خطوة data collection. سادس خطوة الديتا اللي انا جمعتها دي هبدأ احللها واترجمها لأشياء ممكن استفيد منها واطلع منها results. تمام. سابع خطوة هبدأ النتائج بتاعتي او الريزلتس بتاعتي هبدأ اقدمها في صورة تناسب الريسيرش اللي انا بعمله، لان احنا خدنا ان احنا عندنا تو سايتس او تو كوميونيتيز اوف ريسيرش سواء اكاديميك او برايفت. تامن خطوة ريبليكيشن. ريبليكيشن بمعنى ان انا بعيد جزء او معظم او كل الخطوات بتاعت الريسيرش تاني علشان اعمل حاجة اسمها الاكسترنال فاليديشن. جميل. طيب اول خطوة selecting a research topic. طيب احنا خدنا ان في two sectors of research، زي ما احنا قلنا في private sector of research وفي academic sector of research. في كلتا الحالتين اختيار التوبيك بيختلف من هنا لهنا. طيب انا لو متعينة كريسيرشر في private sector of research او اي شركة خاصة بمعنى ادق، تمام، في الحالة دي انا هيبقى عندي flexibility ان انا اختار topic او question اللي انا هبدأ اجاوب عليه او هعمل فيه research. لا، هيجيلي من decision makers بتوع الشركة يا researcher او يا research team اللي موجود عندنا، ابدأوا طوروا لي الالجوريثم اللي بيحللي المشكلة دي، تمام، او اعملوا لي نيو الجوريثم علشان مثلا اديتكت مثلا السايكولوجيكال فيز بتاع السوشيال ميديا كاسمرز او 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 او. هما اللي هيدوني الريسيرش بتاعي اللي انا هبدا اشتغل عليه، يبقى انا ما عنديش الفلكسبيليتي. طيب في حاله اللي انا اكاديميك ريسيرشر، يعني انا بحضر ماستر او بي اتش دي في اي جامعه سواء خاصه سواء حكوميه في اي مكان، في الحاله دي بيبقى عندي نسبه من الفلكسبيليتي. ببدا اتفق انا والسوبرفايزر بتاعي على الريسيرش توبيك
وبنبدأ نوصل لنقطة مشتركة هبدأ أشتغل فيها الريسيرش بتاعي. جميل، يبقى احنا عرفنا ان في البرايفت سيكتور اوف ريسيرش ما عنديش فليكسبيليتي، لكن في الاكاديميك او انا كريسيرشر حر مستقل فيما بعد البي اتش دي او فيما بعد الدكتوراه انا ليا مطلق الحريه في شغل الريسيرش الخاص بي. طيب ازاي ابدا اختار العنوان بتاعي او ادور فين علشان اختار عنوان يناسب ريسيرش محترم ابدا اطلعه؟ عندي مصادر كتير جدا. هو طبعا الويب دلوقتي ما عادش سايب مجال ان احنا ندور في الحاجات دي، هو كل حاجه بقت اونلاين دلوقتي. بس كان قبل كده اي ريسيرشر كان عايز يدور على عنوان للبحث بتاعه ويتاكد ان العنوان ده محدش خده قبل كده كان بيقعد يدور ممكن في الماجازينز او عشان يبتكر مشكله يبدا يحلها هو، كان ممكن يدور في الماجازينز او في البريوديكالز او الجورنالز. ماشي، يعني ايه الجورنال او ايه الفرق بين الماجازين والجورنال؟ الاكاديميك جورنال ده اللي بتنشر الابحاث العلميه فقط لا غير، تمام، لكن الماجازينز اللي هي المجلات اليوميه اللي احنا او الاسبوعيه او الشهريه او اي حاجه اللي احنا بنقراها او بنلاقيها عند بتوع الجرايد، وممكن هل ممكن نلاقي فيها مشكله ابدا احلها؟ في مثلا تزاحم في المواصلات في المكان الفلاني بشكل مستمر، ده بيسبب مثلا كوارث، سواء كوارث بيئيه او كوارث ايا كان، كوارث بشريه بسبب التزاحم ده وتكراره يوميا. فابدا ده انا قريت الخبر اهو في مجازين عاديه جدا او في جورنال، في مش جورنال، الجورنال عندنا في الاكاديميك مش معناه جورنال بالمناسبه، معناه اللي هي مجله علميه زي ما احنا قلنا، لكن اللي انا اقصد عليه لو انا قريته فعلا في جورنال او في مجله عاديه ابدا افكر طب انا عايز احل المشكله دي او اسهل على الحكومه حل المشكله دي، ابدا اطور سيستم مثلا يعمل بريدكشن ان هيحصل تزاحم في خلال كذا لو فضل حركه السير بمعدل مثلا كذا سياره في الساعه، وهكذا لحد ما ابدا اكون الريسيرش توبيك بتاعي او الريسيرش اللي انا هشتغل عليه. جميل، يعني انا ممكن ابتكر ريسيرش توبيك من المجازين او من الاكاديميك جورنالز او بيريوديكالز، من الريسيرش سامريز. يعني ايه ريسيرش سامريز؟ ريسيرش سامريز دي بتلاقي في كل جامعه على مستوى العالم في حاجه اسمها زي المكتبه المركزيه عندنا هنا في جامعه المنصوره، بتبقى فيها كل الريسيرش اللي حصل في جامعه المنصوره من بدايتها لحد دلوقتي، تمام، كل الريسيرش، كل ملخصات الابحاث، الريسيرش سامريز والريسيرش نفسها كمان الموجوده جوه الجامعه دي كلها ممكن اتوجه ليها واشوف الريسيرش سامريز الموجوده ليها وابدا اعمل برين ستول مع السوبرفايزر او مع نفسي وابدا احل او اعمل توبيك او اطلع توبيك ابدا اشتغل عليه. افري داي سيتويشن، زي السيتويشن اللي احنا قلنا عليه مثلا تزاحم في منطقه معينه، فانا هعمل بريدكشن سيستم يعمل حل او يعمل او ينبه المسؤولين ان هو يوقفوا حركه المرور ويرجعوا حركه المرور لناحيه او لطريق تاني بديل وهكذا، او مثلا يعملوا اماكن مثلا عشان احدد المكان الصح اللي يتعمل فيه كباري او انفاق أو أو, او 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 تمام وهكذا. يبقى everyday situation ممكن تولد لنا research topic نبدأ نشتغل عليه علشان نحل مشكلة معينة. ممكن كمان source of topics for research archiving data أو secondary analysis. يعني إيه secondary analysis؟ ده بيبقى مجموعة من البيانات أو data set
اساسا اوريدي عملها ريسيرشرز اخرين، تمام، وانتهوا من بحثهم بالفعل واتنشرت الداتا سيت دي بشكل او باخر. ابدا اخدها واشتغل عليها او احللها واطلع منها ريسيرش طبق جديد بريسيرش كويشن جديد ابدا اجاوب عليه، او استخدم الداتا سيت بتاعتهم في ريسيرش طبق خاص بيا انا، زي ما احنا بنشوف مثلا في الكمبيوتر ايدد ديجنوسز للامراض المختلفه. في ريسيرشرز اوريدي عملوا مثلا داتا سيت للبرين كانسر، للبريست كانسر، لانواع الكانسرز المختلفه، تمام. بيبدا دلوقتي الباحثين بيبداوا يدوروا على الداتا سيت دي ويبداوا يحللوا حاجات معينه فيها ويطلعوا ريسيرش جديد تماما عن الريسيرش اللي كان الريسيرشرز الاصليين عاملينه على النقطه دي، او داتا سيت مثلا تكتشوال مثلا بطريقه ما ابدا برضو احللها واطلع منها بيانات تناسب، او اطلع منها طابق جديد خالص، مش بيانات بقى، انا لسه مش مرحله البيانات دلوقتي، انا مرحله الطابق، اطلع منها طابق جديد خالص ابدا اجاوب عليه، ده كان عندهم قصور في كذا، هبدا احل المشكله دي بوجهه نظر تانية، وهكذا من sources of research topic. انا دلوقتي عايزه اشوف العنوان اللي انا اخترته، انا اخترت اي عنوان ماشي، هبدا اشوف العنوان اللي انا اخترته هل هو visible، هل هو ممكن اشتغل عليه فعلا ولا لا، ما هو مش اي topic ممكن ينفع للريسيرش. جميل، ده اللي احنا هنشوفه مع بعض في الكام سلايد الجايين ان شاء الله. طيب اول حاجه اسالها لنفسي علشان احدد الفيزابيليتي بتاعت العنوان من عدمه، is the topic too broad، يعني هل العنوان ده واسع قوي ولا محدد على نطاق معين وهيستخدم باستخدام تكنيك معين وانا عارفه انا رايحه فين وجايه منين، تمام. طيب لو هو مثلا قلت مثلا measurement of security methods مثلا، هل ده عنوان؟ لا طبعا، ده security ده بحر فيه بحور تانية كتير جدا. طيب تاني سؤال هبدأ اجاوب عليه، can the problem really be investigated، هل المشكلة فعلا قابلة ان هي يعني ان احنا حد ان هو يعمل ويسيرش فيها، ولا صعب، صعب ادبيا، صعب اخلاقيا، صعب ان انا اطبقها فعلا، صعب اثناء الداتا كولكشن نفسها. دي كلها نقاط لازم اسالها لنفسي قبل ما اختار ريسيرش توبيك معين. طيب are the data suitable to analysis، او the data suitable to analysis، هل البيانات بتاعتي قابله للتحليل فعلا. Question 4, can the results of the study be generalized، هل ممكن تعممها على حالات مشابهة. Question 5, what costs and time are involved in analysis، يعني ايه، يعني ممكن research question ممكن يبقى visible جدا، ممكن يبقى can be investigated، بس ممكن علشان اعمل له analysis ممكن ياخد وقت طويل جدا فوق مقدرتي وفوق استطاعتي وفوق التكلفة اللي انا اقدر اتحملها، فبالتالي لازم اوقف ريسيرش ده، تمام، او ما كملش فيه. Is the planned approach appropriate to the project، هل الميثودولوجي اللي انا ممكن احطها هل هي فعلا مناسبة للبروجكت. كل الكلام ده قبل ما ادخل في التوبيك ان ديبث او في الريسيرش بتاعي ان ديبث، ليه على او ازاي، الاول قبل ليه ازاي، عن طريق ان انا في كل مرحله لازم ابص على الليتريتشر ريفيو او الناس اللي اشتغلوا قبل كده
عملوا ايه واشتغلوا ازاي، وهل وصلوا النتائج ولا لا، ولا طريقهم كان مسدود في الاخر. تمام، استفيد من اخطاء الاخرين. طيب ليه؟ ليه؟ علشان ما ضيعش لا الوقت ولا فلوس. فلوس؟ اه فلوس، ما انت مش بتصرف، مش ريسيرش مش ببلاش، حتى لو اكاديميك مش ببلاش، انت بتحط من جيبك كتير جدا علشان توصل لحاجه محترمه او لريسيرش محترم. طبعا بره في ريسيرش بروجكتس وبيتم دعمها من الجامعات، وبيبقى ريسيرش تيم اساسا بيشتغلوا على نقطه معينه وليهم سالاريز، والجامعه نفسها هي اللي بتمول الريسيرش بروجكت. لكن احنا هنتكلم عن دول العالم الثالث، بيبقى في مشكله في النقطه دي، ان هو ما بيتمش تدعيم الريسيرش بروجكتس بشكل او باخر، فاللي بيبقى الاكاديميك ريسيرشرز هم اللي بيصرفوا على الريسيرش مش العكس. طيب question 7 is there any potential harm to the subject؟ انا مثلا اخترعت دواء بس انا ما عنديش حتى نسبه تاكد 50% ان الدواء ده ملوش اثار جانبيه، فهبدا اجربه على ناس من غير ما اقول لهم. تمام، لا طبعا ده ما ينفعش. في الإيثكس ان شاء الله اللي احنا هناخدها في شابتر 6 هنعرف ان في حاجات ما ينفعش اساسا نعملها ولا نفكر فيها في الريسيرش بتاعنا. تمام، فلو حصل ضرر حتى لو نفسي مش جسماني ولا صحي ولا عقلي، نفسي فقط، كان هيحصل ضرر للسبجكتس اللي هيتم عليهم الريسيرش، لازم اتوقف فورا عن الريسيرش ده او ما كملش في التوبيك ده. تاني خطوه في الريسيرش بروسيجر ريفيوينج ذا ليتريتشر. يعني ايه ريفيوينج ذا ليتريتشر؟ يعني انا ما بعدش اختراع العجله زي ما قلت قبل كده، لازم ابدا اعمل سيرش كويس جدا للريسيرشز اللي معموله في النقطه او في التوبيك اللي انا اخترته. Never being a research project without first consulting available literature. Researcher should ask the following questions. طيب حضرتك جمعت مجموعة من الأبحاث في research topic معين، جمعتها ازاي؟ جمعتها عن طريق ان حضرتك عملت سيرش سواء على الجورنالز المعروفة زي Science Direct، زي وهنزل لحضراتكم مجموعة من السايتس اللي ممكن تدوروا فيها على literature review لأي research حضرتك تبقى محتاج ان انت تعمل فيه. هنزل مجموعة ان شاء الله على البيج بتاعتنا. بس لازم تعرف انت بعد ما هتجمع الابحاث دي هتعمل فيها ايه. تمام، هتبدأ تقرا الابستراكت بتاع كل بحث، وهتشوفه ريليتد للتوبيك ان ديتيل ولا لا. انت مش هتقرا البحث كله على بعضه، لا، هتقرا الابستراكت والكونكلوجن لكل بحث الاول، وهتبدأ تشوفه لو ريليتد حطه في فولدر لوحده، وابدا طلع منه التالي. ايه هو الريسيرش ده؟ كان بيشتغل على مشكله ايه؟ انت هتكون انت باراجراف على كل بيبر انت قريتها، بتكون من اللي انا بقوله ده. تمام، الريسيرش ده او البيبر دي، البيبر دي اللي هي الورقة العلمية، علشان احنا ما قلناش المصطلح ده قبل كده، الورقة العلمية اللي بيتم نشرها بعد نهاية البحث ما بيخلص او الريسيرش ما بيخلص، ببدأ انشر ورقة علمية فيها النتائج او فيها الميثودولوجي اللي انا اشتغلت بيها مع النتائج مع الديزاين بتاع الريسيرش بتاعي، ورقة علمية متكاملة فيها الريسيرش اللي انا قمت بيه. تمام، ودي اللي انا بقول عليها ان احنا هنبدا نجمعها وتبقى هي دي الليتريتشر فيو بتاعتنا. طيب الليتريتشر فيو بتاعتنا دي هنبدا نقرا كل بيبر، احنا عندنا دلوقتي وليكن نزلنا مثلا 60 او 100 بحث خاصين بالتوبيك ده، مش انا اللي مخترع العجله زي ما احنا قلنا، ففي ريسيرشرز قبل كده اشتغلوا في التوبيك ده. هبدا اقرا، ما اقراش البحث كله عشان ما شتتش نفسي، هبدا اقرا الابستراكت والكونكلوجن من كل بحث، لو لقيته ريليتد معايا قريب مني هدخله في فولدر اسمه مثلا ريليتد ورك، وابدا اشتغل
على مجموعه الابحاث اللي انا جمعتها جوه الفولدر ده، كل بحث اقراه تاني بالتفصيل وابدا اكون منه مجموعه او باراجراف، باراجراف مع باراجراف اعملها كقصه متكامله بسميها تحت عنوان literature review. طب كل باراجراف الخاص بكل بحث ببدا اعمل فيه ايه؟ انا بس بربط الخيوط تاني ببعضها. كل باراجراف خاص بكل بحث ببدا اطلع منه التالي. اول حاجه الباحثين مين؟ مين اللي عمل البحث ده؟ علشان انا هريفير لي في الريفرنسز بتاعتي في الاخر، تمام؟ والا تبقى سرقه علميه ان انا بقول ان ناس عملوا من غير ما اذكرهم، دي نوع من انواع السرقات العلميه. فلازم اشير ليهم واشير للمجموعه البحثيه بتاعتهم او للاوثر ده، وابدا اقول الاوثر ده سنه كذا في البحث الفلاني اللي انا هريفير ليه تحت في الريفرنسز عمل حل مشكله كذا باستخدام تكنيك كذا، يبقى المشكله وبعدين الميثودولوجي وبعدين الريزلتس اللي هم وصلوا لها بقدر الامكان، وابدا اضيف عليها بحيث ان هي تبقى ناريتيف. ناريتيف يعني سلسله حكايه، يعني متسلسله كحكايه، تمام؟ كحكايه كسيناريو كده، فلان الفلاني حل مشكله كذا باستخدام كذا، بس كان عندهم لو هم ذاكرين جاب هم ما قدروش يوصلوا لها اذكرها برضو من ضمن الريزلتس بتاعتهم، وابدا اكونها في مع باراجراف لبيبر تانية وهكذا وهكذا لحد ما اعمل باراجراف كبير اسمه literature review او related work. طيب الباراجراف الكبير ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه ست حاجات. اتاكد ان هو بيشمل ست حاجات. الست حاجات دي اللي هي ايه؟ What type of research has been done in the area؟ ايه انواع الابحاث اللي في المجال ده؟ What has been found in previous studies؟ ايه results اللي هم وصلوا لها؟ What suggestion do other researchers make for further study؟ هنلاقي جزء في كل بيبر اسمه الفيتشر ورك، هم الاجزاء بتاعه الفيتشر ورك الريسيرشرز الاخرين دول ما بيبقوش لسه غطوها وببدا انا اشتغل عليها عشان اغطيها، او اي ريسيرشر تاني مش لازم انا، يعني اقول الجابس اللي عندهم ما يكونوش لسه، ودي مش جاب، يعني هو الفيوتشر ورك بتاعهم او الفيرذر ستادي بتاعتهم ان هم بيسجست ان احنا نشتغل في كذا وكذا. What hasn't been investigated؟ ايه اللي بين السطور اللي انا حاسس انه هو ممكن يبقى جاب انا اشتغل عليها وابدا احط ريسيرش كويشن بتاعي عليها ان ديبث بقى، وابدا احط الهايبوثيسز او الافتراضيات بتاعتي عليها. How can the proposed study add to our knowledge of the area؟ تمام؟ ايه اللي ممكن يضيف للمجال؟ What research methods were used in the previous studies؟ What research methods were used in methodologies او ايه الطرق اللي تم التعريف بيها قبل كده في previous studies؟ تالت خطوة معانا في الريسيرش بروسيجر ستيتنج ا هايبوثيسيس اور ريسيرش كويشن. يعني ايه ستيتنج ا هايبوثيسيس اور ريسيرش كويشن؟ يعني انا ببدا احط افتراضيات للبحث بتاعي وابدا احط سؤال ابدا اجاوب عليه اثناء البحث بتاعي. Answers to previous questions will usually help define a specific hypothesis or research question. طيب a hypothesis، الhypothesis هو ايه؟ A hypothesis is a formal statement regarding the relationship between variables and it is tested directly. يعني انا دلوقتي عندي بعرف الـ variables المتغيرات بتاعتي، ايه المتغير الاساسي وايه المتغير التابع ليه،
لو اتأثر المتغير الأساسي، المتغير التابع هيتأثر ازاي. دي الافتراضيات اللي أنا ببدأ أحطها وببدأ أثبت صحتها من عدم صحتها. بالمناسبة لو الهايبوثيسز تم إثبات عكسها، فبالتالي ده برضه نجاح للريسيرش. تمام؟ فببدأ أحط الهايبوثيسز وببدأ أختبر صحتها. طيب example of research question، لو عندي research question زي what effect does social media have on people's mind؟ research question تاني what effect does daily use of the second of Twitter have on the attention span of under 16s؟ تمام؟ فالتو ريسيرش كويشنز دلوقتي بينهم جاب كبيرة. أول ريسيرش كويشن إن هو مش كفاية أو مش محدد كفاية، وبالتالي أنا مقدرش أجاوب عليه. طيب يعني إيه مش محدد كفاية؟ يعني what type of social media مثلا ما تحددتش في ريسيرش كويشن. What, which people أو what kind of effects ممكن تحصل على البيبول دول برضه ما تحددتش في ريسيرش كويشن. تمام؟ ونبدأ نفرق بين research question و research topic، الاثنين مختلفين عن بعض. طيب what effect does daily use of Twitter have on the attention span of under 16s؟ دي research question مظبوط. ليه؟ لأن في السؤال ده عرفنا ال concepts وعرفنا ال quality، إن إحنا هنشتغل qualitative and quantitative data methods، وعرفنا ايه هما السامبل اللي احنا هنشتغل عليهم، اللي هو العينة اللي احنا هنشتغل عليها اللي هي البيبول اندر 16، وعرفنا السوشيال ميديا تايب برضو داخل ريسيرش كويشن. طيب يبقى احنا عرفنا ازاي بنعمل ريسيرش كويشن، ويعني ايه هايبوثيسيس. تمام لحد دلوقتي سريعا هنراجع ال research procedure اللي احنا غطيناها في المحاضرة دي. أول حاجة عرفنا ازاي select our research topic، تاني حاجة عرفنا ازاي نكتب literature review بسرعة، هنراجع عليها تاني في المحاضرة الجاية in more details. وخدنا عرفنا يعني ايه literature review، وازاي نبدأ الكتابة فيها، وازاي نكون الباراجراف الخاص بيها. وهناخد example ان شاء الله بشكل practical في اول المحاضرة الجاية خاص بالliterature review. عرفنا ازاي نحط الhypothesis بتاعة research بتاعتنا، ونحط research question نبدأ نجاوبه بعد كده، وازاي نشوف research question نختبر اذا كان visible or not visible. ان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه هنبدا نكمل على research procedure و go in depth في ال collecting data او الجزء الخاص بالداتا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.